نتعرف على شاي الماتشا الياباني، هذا المشروب الأخضر التقليدي. تعني كلمة ماتشا باللغة اليابانية مسحوق الشاي، ذلك لأنه يتم طحنه حتى يصبح مسحوقا بذرات ناعمة. هو مشروب تقليدي يقدم في الاحتفالات والمناسبات في اليابان، حيث يزرع ويعد بنفس الطريقة منذ 1000 سنة. يختلف شاي الماتشا عن الشاي العادي من حيث أنه لا ينقع في الماء، إذ يتم خلط الورقة بأكملها في المشروب. تنمو أوراق الماتشا في الظل، مما يزيد من محتوى النبات من الكلوروفيل، ما يكسبه لونه الأخضر. يطحن الشاي في الظلام لحماية العناصر الغذائية، ويمكن أن تستغرق العملية ساعات مقابل بضعة جرامات فقط. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.